عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم. حديث جبكو عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أغامبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أغامبا إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. حديث لموك لازا انت انجوبا بوذينو نيتامبولا نيغوينو أرسي برسول ركوكي وكذا كنا كغامبا إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. إنجبا بوفينو إبو فانجبا نجا نيتامبولا بكا إبو فانجبا أرسي بن باكس بركوكا جما كروغا حديث حديث نريمك رزا نريزا بود باكس بركوكا kienjuba evene buvanjuba netambula mpola mpola mpaka ebugwanjuba wetuke ebugwanjuba nga tusubulukuka idha akubala layl min hahuna wa adbara naharu min hahuna fakadi afsara saim. Amakulu ga hadithi eraza enjuba bweveno nejja netambula نيغويري ابوغانجوبا فقد افطر صائم. كيرينغا بونا كولا بوتي انجيبا بويفينو نيتامبولا نيجا امباكا وانو نيتامبولا امباكا نيغوا والي جيغوا فاستينغا باسوروكا تشيلينو مارو شاكولاغا نبي صلى الله عليه وسلم تشييوغيرا nina biya chogira nga chirimu okulaza okulaza mukumanyi okusonga hadithi eraga budde bwa kusubulukuka naye mu mbeera ya kulaza ekiro ekiro ekyo kibanga kize mwana watu emisana negubulawo amakulu enjuba egudde enjuba evudde neetambula negwenzikiza nejja buba budde bwa kusubulukuka فقد أفطر الصائم والسيرين غبسولكك. رواه البخاري ومسلم. عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله